بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدات السادة الوزراء، في بداية أشغل هذا الاجتماع ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك، أود أن أوجه لكم الدعوة سيدات السادة الوزراء لحتي مختلف المصالح التابعة لكم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات حماية لقفة الأسرة المغربية. فكما لا يخفى عليكم سيدات السادة الوزراء، فإن التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة. ونحن اليوم كحكومة ملزمون بمضاعفة التعبئة واليقظة من خلال رفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازية. وأغتنم فرصة لقائنا في اجتماع اليوم لأدعوكم للقيام بزيارة ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تمويل الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، فانعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من أطارها تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم تحت إشراف السادة العمال والولاة. وفي نفس الوقت أود طمأنة الرأي الوطني، فإنتاج الخضر وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة إلى ما كان شيء من 10 أيام اللي جاية إن شاء الله، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواياها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وفي تواجده بوفرة في الأسواق. كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها. ومن المنتظر أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى بفضل الإجراءات التي اتخذناها، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة TVA ووقف استيفاء الرسوم الجمركية يعني لدواء الدون على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، حيث ستمكن هذه الإجراءات المهنيين من استيراد حوالي 30,000 رأس من الأبقار الموجهة للذبح قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، واحد العدد راه بداو كيوصلوا ويدخلوا للبلاد، مما سيساهم في تخفيف الضغط على القطيع الوطني من الأبقار وفي خفض الأسعار بيع اللحوم بالتقسيط. في الأخير كنوجه الدعوة بالخصوص للجنة المشتركة لوزارة الداخلية، فلاحة، الصناعة، المالية، الله يخليكم، لازم يكون تتبع يومي للأسواق ومطلوب اتخاذ كل الإجراءات لسد حاجيات الطلب الوطني.
وعموما في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزوين الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسابيع المقبلة إن شاء الله، كما أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق وتلك المنتظرة بحول الله في الأيام المقبلة ستساهم في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية. والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.